بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوه والاحبه، اهلا بحضراتكم في فيديو جديد. الفنانه منى زكي كانت ضيفه مع الاعلامي عمرو اديب في البرنامج اللي بيقدمه على شاشه ام بي سي اللي هو بيك تايم بودكاست، وكانت بتتكلم عن مشوارها وشغلها والكلام ده كله. بعد كده تطرقت للحديث عن بنتها وقالت الكلام اللي ظاهر قدام حضراتكم ده. قالت: بنتي في الجامعة بتدرس هندسة معمارية في جامعة بريتون في بريطانيا، وهي فنانة بترسم وأنا فخورة بيها جدا وبفتقدها جدا، وبروح أطبخ ليها ولأصحابها أعوضهم شوية أكل. الكلام يا جماعة اللي انتوا سمعتوه ده بيعكس حقيقة الأوضاع في بلدنا، وبيورينا الثروات مركزة في إيد مين. الثروات بتاعت البلد دي مركزة في ايد مين؟ انا اتكلمت في القصة دي قبل كده. طائفة الممثلين والممثلات والفنانين دول اللي بيحظوا باكبر قدر من ثروات هذا الوطن، والناس اللي مصدعين كلام عن الوطنية والانتماء لما بيحبوا يتعلموا بيتعلموا برا، زي ما حضراتكم شفتوا كده، لما بيحبوا يتعالجوا بيتعالجوا برا، لما يحبوا يستمتعوا بيستمتعوا برا، يعيشوا برا، ولكن هنا البلد هي مصدر الفلوس، المصدر اللي بيدخلهم فلوس. في الوقت اللي الأستاذة منى بعت بنتها بره عشان تتعلم في بريطانيا، في جامعة بريتون في بريطانيا، في نفس اللحظة في نفس الوقت في ناس على أرض هذا الوطن مش لاقية تاكل، وناس بتعاني من أزمة اقتصادية طاحنة. احنا بنتكلم الكلام ده ليه؟ بس عشان نلقي الضوء على تصرفات الناس دي، ولما يطلعوا بعد كده يكلمونا عن الوطنية والانتماء نقول لهم ايه؟ نقول لهم ايه؟ يعني نقول لهم اي كلمة بقى حضراتكم تختاروها، لان هما لا عندهم وطنية ولا عندهم انتماء. زي ما قلت لحضراتكم، لما بيحبوا يتعلموا يتعلموا برا، يتعالجوا برا، ده حتى لما واحدة بتولد برا عشان ولادها ياخدوا الجنسية، زي ما شيرين عبد الوهاب عملت كده، اللي هي بتعمل اغاني وطنية، لما حبت تولد ولدت برا عشان بنتها تاخد الجنسية الامريكية، وناس كتير بيعملوا كده. فيعني كفاية بقى، يعني انا بقول لهم اعملوا ما عايزينه، طبعا هم احرار يعملوا ما عاوزينه، ولكن يعني ما يصدعوناش بقى كلام عن الوطنية ومش عارف ايه، لان انتوا لو عندكم وطنية ولا انتماء، القصة ان البلد دي هي المضخة بتدخلكوا فلوس مش اكتر ولا اقل. وزي ما حضراتكم شايفين ادي الكلام اللي هي قالته بنفسها، وهم كلهم كده على فكرة، هما كلهم كده، يعني الداخل بالنسبة لهم مصدر فلوس مش اكتر. حبيت بس اعمل فيديو السريع ده عشان خاطر نعرف حقيقة الناس دي، ونعرف هما بيفكروا ازاي، نعرف حقيقة الناس دي ونعرف هما بيفكروا ازاي، وان الموضوع لا عندهم وطنية ولا انتماء ولا مهلبية. القصة قصة تصريحات بس، مجرد ان هما بيقولوها، لكن الواقع زي اللي حضراتكم شفتوه في هذا الفيديو. طب انا حضرتك تكتبوا لي في التعليقات انتوا شايفين القصه دي ازاي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.